الفرج من صلاة البيت أجمعين الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نستعين ضالين آمين. انتهى الدرس في ما يتعلق بالقدوة. في سؤال فيما يتعلق بالجماعة والقدوة؟ نعم. تقدم معنا في صلاة الجماعة مسألة أن للإمام والمأموم ثلاث حالات، ترى يجتمعان في مسجد، ترى يجتمعان في مسجد، فماذا يشترط؟ يمكن الوصول إلى الإمام ولو بزرار الانعطاف. الشرط الثاني العلم بانتقالات الإمام، أما عدم التقدم في الموقف هذا شرط عام، أن لا يتقدم عليه هذا شرط عام في المسجد وفي غيره. تمام. الحالة الثانية أن يكون الإمام والمأموم خارج المسجد. وأن يكون أحدهما في المسجد والآخر خارجه. تشترط الشروط المتقدمة العلم بانتقالات الإمام وإمكان وصول الإمام هنا بغير زوال الانعطاف. فعرفنا ضابط الإزرار والإنعطاف إيش؟ أن يولي ظهره القبلة إذا مشى إلى الإمام بالسير المعتاد كما قلنا، لا يحتاج إلى انحناء ولا إلى قفز. نعم. وإيش هذا؟ يزاد؟ ألا يكون بينهما حائل يمنع الرؤية. وعاجزت ألا يزيد ما بينهما على 3 متر تقريبا يعني، صح؟ تقدم معنا الكلام على في مسائل القدوة. عرفنا أن هناك مأموم مسبوق ومأموم موافق. من هو الموافق ومن هو المسبوق؟ يلا. الموافق هو من أدرك من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة، قالوا موافق. وهناك مسبوق هو الذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة، أي بالقراءة المعتدلة، لا عبرة بسريعها ولا عبرة ببطيئها. فما حكم المسبوق؟ حكم المسبوق أن تسقط عن الفاتحة كلها أو بعضها. درك الإمام قريب الركوع، الله أكبر، قال الله أكبر، سقط إلا أدرك الإمام في الركوع واطمأن معه، أدرك الركعة وسقطت عنه الفاتحة، أو أدرك الإمام في آخر الركعة، قال الإمام، قال الإمام، قال الله أكبر، بسم الله الحمد لله رب العالمين، قال الإمام الله أكبر وركع، تسقط عنه بقية الفاتحة. إذن تسقط عن المأموم الفاتحة كلها، ألا تسقط كلها أو بعضها. نعم. لكن بشرط تسقط عنه.
ألا يشتغل بغير الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام. ما هو مسبوق وراء عاده بيشتغل بالتعوذ، بيشتغل بدعاء الافتتاح ولا تسقط عنك الفاتحة. كلنا بعض بشرط أن لا تشتغل بعد تكبيرة الإحرام بشيء ولو مندوب، بيشتغل بدعاء الافتتاح أو التعوذ. فإذا كان مسبوق، إذا كان مسبوقا واشتغل بعد تحرمه مع الإمام بشيء بدعاء عوذ أو بدعاء الافتتاح أو غير ذلك، ماذا يجب عليه؟ أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما أتى به من السنة. أنت أتيت من السنة مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجب أن تأتي من الفاتحة بقدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتيت دعاء الافتتاح بالتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وأصيلا، ثم ركعت، نقول تأتي من الفاتحة بقدرها من الكلمات، بقدر ذلك الزمن الذي جئت به قرأت فيه من السنة تأتي به من الفاتحة، واجب عليك، يجب هذا. ثم بعد ذلك إذا أتيت ما قلنا لك، أي أتيت من الفاتحة بقدر ما أتيت من السنة، ثم أدركت الإمام في الركوع واطمأننت معه في الركوع أدركت الركعة، وإلا أدركت الإمام في الركوع لكن لم تطمئن معه، أو أدركته في الاعتدال أو في السجود، فحينئذ تفوتك الركعة إذا لم تدركه في الركوع، أو أدركته في الركوع لكن لم تطمئن معه في الركوع. إيش أنا أقول لك؟ لم تدرك الركعة، تابع الإمام في السجود في الجلوس تابعه، ثم إذا سلم الإمام قم أتي بركعة بعد سلام الإمام. تمام؟ أما إذا ما فرغت مما قلنا لك أتي به، ما فرغت، يعني قلنا لك أت بقدر ما أتيت به من سنة من الفاتحة، حينئذ تخلفك هذا بغير عذر، فإذا هو الإمام للسجود إما فتنوي المفارقة، شفت كيف تنوي المفارقة، هذا كله لأنك أنت تركت الواجب واشتغلت بالسنة، أنت شددت على نفسك. تمام صح. تقدم معنا في الدرس الماضي أن التقدم على الإمام بركنين فعليين تبطل بالصلاة بغير عذر، والتخلف عنه بهما بغير عذر تبطل بالصلاة أيضا. نعم. وعرفنا أن عذر التقدم شيئان، ما هما؟ الجهل والنسيان، تقدم معنا ما في عذر آخر. ليه؟ لأنه التقدم أفحش من التخلف، لأنك أنت تابع وعادك بتتقدم على متبوعك، لأن هذا بس إما الجهل أو النسيان. أما التخلف ففيه أعذار كثيرة، الجهل والنسيان وأعذار أخرى. فيعذر المأموم في تخلف عن الإمام إلى ثلاثة أركان طويلة إذا هناك عذر من تلك الأعذار،
نعم. نعم. ما هي هذه الأعذار؟ من في قراءة لعجزه بطيء. بطيء. ثقيل القراءة. والإمام ليس بسريعها. يعذر إلى ثلاثة أركان طويلة. حتى له ثلاث أركان اغتفر. يغتفر ثلاث أركان طويلة أي لا يحسب منها الركن القصير وهو الاعتدال والجلوس بين سيدتين. إذ شئت ضبطا للذي شرعا عذر حتى له ثلاث أركان اغتفر من في قراءة لعجزه بطيء. من في قراءة لعجزه بطيء أو شكها القراء ومن لها نسي. بعد ما ركع الإمام شك أنا قرأت الفاتحة أم لا، أو شك في بعض الفاتحة، نقول انتظر ارجع اقرأ الفاتحة وتعذر إلى ثلاث أركان طويلة. فإن فرغت من فاتحتك قبل رفع الإمام من السجود الثاني فامضي بمتابعتك للإمام، وإلا إذا الإمام ارتفع من السجود الثاني خلاص تتابعه الآن وتفوتك الركعة ثم تأتي بركعة بعد السلام الإمام. أو لها نسي، نسي الفاتحة بعد ركعة الإمام نسي، أنا نسيت ما قرأت الفاتحة، نقول تخلف لقراءتها وتعذر إلى ثلاثة أركان طويلة. أضيف موافقة لسنة عدل. أرن ما في لسنة عدل يعذر كذلك. الموافق يشغل بالعود ودعاء الافتتاح واشتري الفاتحة ألا والإمام ركع، نقول يعذر اقرأ الفاتحة تمام ما تسقط عنك الفاتحة لأنك موافق، وعرفنا من هو الموافق. تعذر إلى ثلاثة أركان طويلة. ومن لسكتة انتظاره حصل، ومن لسكتة انتظاره حصل. أي أن الإمام يقرأ الإمام الفاتحة، قلنا السنة أن يسمع ويسكت ثم يقرأ سورة. المأموم سمع قراءة الفاتحة بيشرع في الفاتحة والإمام على طول ركع وينتظر أنه بيسكت وبيقرأ سورة وقد ركع، نقول معذور يعذر إلى ثلاثة أركان طويلة. إن تأخر لا تركع معه وتعذر إلى ثلاثة أركان طويلة. نعم. ومن لسكت انتظاري حصل. نعم. من نام في التشهد ممكن يعني يعذر كذلك التشهد الأول وقام، فإذا الإمام كذو في آخر الفاتحة يعذر إلى ثلاثة أركان طويلة. أو اختلط عليه تكبير الإمام منضبط منضبط كان في ظن اختلط على تكبير الإمام، الإمام قام ترك الشهادة الأول وهذا جلس ثم قام منضبط اختلط عليه طويلة وقعد في ظلمة ما هو داري ما يشوف اختلط عليه فيتخلف لقراءة الفاتحة ويعذر ثلاث أركان طويلة. كذا الذي يكمل التشهد بعد إمام قام عنه قاعدة. نعم هذا خلاف المسألة هذه بين الحجر والرمل كما سيأتي. إذا قام يكمل التشهد الأول وقال الشيخ ابن حجر لا يعذر ثلاث أركان طويلة تخلف بغير عذر، وقال الرمل تخلف بعذر، والخلف في أواخر المسائل
محقق فلا تكن بذاهلي. نعم، هذه المسألة الأخيرة، وهي إذا كان تخلف لإكمال التشهد الأول. وكذلك المسألة التاسعة، من نسي القدوة ألا في السجود فأطال السجود، أطال السجود، نسي أنه مأموم ويحسب نفسه منفرد، نسي أنه مأموم، تذكر بعدين أنه مأموم واجب عليه تاب إمامه، فقام إلى القيام، فإذا الإمام قريب الركوع أو راكع نقول هذا عذر إلى نقول نعم، تخلف لقراءة الفاتحة وتعذر إلى ثلاثة أركان طويلة، تعذر إلى ثلاثة أركان طويلة، هذه تسعة أعذار. نعم، هذه تسعة أعذار، وفي بعضها خلاف. واضح؟ نعم، ثلاثة أركان طويلة، نقول إما أن تنوي المفارقة أو تتابع الإمام الآن، لك مخير الآن، إما أن تتابع الإمام وثلاث ركعة بعد سلام الإمام، أو تنوي المفارقة. واضح؟ هذا الكلام هذا شرحنا الآن، شرحنا إذا نسي الفاتحة إذا كذا، شرحنا هذا الآن، شرحنا كيف تقول حتى نسي الآن، شرحنا مسألة النسيان هذا، ومن لفاتحة النسي أو شك فيها أو نسي القدوة وهو ساجد أطال السجود ثم قام، هذا كان طويل، بس إذا ارتفع الإمام من السجود الثاني مخير أيها المأموم، إما أن توافقه وتكون بركعة بعد سلام الإمام، وإما أن تنوي المفارقة وتمشي على نظم صلاتك. واضح؟ واضح؟ أو ما هو واضح؟ ها؟ واضح؟ هذه الأبيات بعدين اكتبوها، بعدين اكتبوا هذه الأبيات بعد هذاك واحفظوها. كذلك الأبيات اللي يتقدم معنا اللي جمع فيها آيات سجدة التلاوة بعراف النحل، قالوا تقدم معنا فصل في سجود التلاوة له، وتعرضنا لسجود الشكر، فعرفنا أن سجود التلاوة يسن في الصلاة وفي خارجها، وسجود الشكر سنة في خارج الصلاة، أما إن صلاها سجود الشكر في الصلاة عامدا عالما بطلت صلاته. في سجود التلاوة في القرآن كان في كم مواضع؟ أربعة عشر موضعا، لا بد تحفظها، أربعة عشر موضعا، مجموعة في هذين البيتين بأعراف بسورة الأعراف، الرعد بأعراف الرعد، النحل سورة النحل، سبحان بأعراف رعد النحل، سبحان أي سبحان، سورة بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى، سورة الإسراء، هلا سورة الإسراء بأعراف رعد النحل، سبحان مريم سورة مريم فيها سجدة تلاوة، بحج كم سجدة في حج؟ سجدتا تلاوة، هناك سجدتان للتلاوة في سورة الحج، نعم، بحج، بفرقان سورة الفرقان، بنمل سورة النمل، وبالجرز فيها سجدة سورة الجرز، تعرف سورة الجرز؟ سورة ألف لام ميم السجدة
ألف لام ميم السيدة. بحاميم، بحاميم فصلت، حاميم فصلت، ألف لام ميم السيدة الجرز، حاميم السيدة فصلت. نعم. بحاميم النجم، سورة النجم السيدة، بحاميم النجم شقت اقرأ، سورة الانشقاق وسورة اقرأ في المفصل. فهذه مواضع سيدات التلاوة إن تجز 14 سيدة، فهذه مواضع سيدات التلاوة إن تجز. بعد كذلك اكتبوا هذه الأبيات واحفظوها حتى ينضبط لكم. طيب، وينبغي أن تأتي في السجود التلاوة، إيش ألا شروطه كشروط السجود، وما يندب فيه يندب فيه أيضا، لكن يسن أن يزيد هنا في سجود التلاوة وسجود الشكر. ألا هاي يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته، فتبارك الله وأحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، أي جنسها سيدة داود سيدة شكر. أما هذا الدعاء سيد الذي خلقه وصوره وشق سمعه وتبارك الله أحسن الخالقين، يسن حتى في أي كل صلاة، حتى في صلاة النافلة، في صلاة الفريضة، وإن كنت مأموما إذا فرغت من ثلاث من التسبيح تأتي بهذا الدعاء. لا، الإمام ما ينبغي أن يطول على المأمومين، لهذا قد يتمكن المأموم من إتيان ببعض الأدعية وبعض السنن ما لم يتمكن منه الإمام، إذا حصل فرصة على طول، ما هو يسكت ساكت. لا سكوت في الصلاة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لا سكوت في الصلاة، ما في سكوت، أشغل دائما، خلصت التسبيح زد في التسبيح، زد في الأدعية، وهكذا. ما قاعد ساكت منتظر، إلا إذا كنت تسمع قراءة الإمام، أنت مش ساكت الآن، أنت تستمع، لأنك لو قرأت ما بتسمع، ما بيتأتى، تقرأ وتسمع. عندك قلب واحد بس، أما بيخشع في هذا أو في هذا، فنجب لك الاستماع للقراءة إن كنت تسمع قراءة الإمام. أما إذا كنت ما تسمع قراءة الإمام فحينئذ إيش؟ تسلك القراءة. وعرفنا خلاف في النية في سجود التلاوة في الصلاة، إذا كان في الصلاة النية والسجود عند الرمل، عند شاب بن حجر السجود فقط، ما يحتاج إلى نية. أما سجود السهو فباتفاق يفتقر إلى نية، سنة. والمناسب في سجود السهو سبحان من لا يسهو ولا ينام. أما إذا أنت تركت التشهد الأول عمدا، ما هو سهوا هذا، سنة لك سجود السهو، لكن أنت تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لأنك أنت مراغم. كيف؟ تمام؟ واضح؟ في سؤال؟ التقدم بالركن القولي كما قلنا مكروه ولا يضر، ولو عمدا ما يضر، كراهة فوت فضيلة الجماعة. نعم، تقدم بركن قولي. ايوه، لا، عند تكبيرة الإحرام. لا، هنا قلنا تجب نية القدوة في أربع صلوات تقدم معنا، ما في
المعادة في المنذورة تقدم في المطر، والجمعة تقول عند تكبيرة الإحرام، نية القدوة تجب عند تكبيرة الإحرام. نعم يسأل. أطيئ قراءة المأموم بالفاتحة أو التشهد الأول سنة، لهذا إذا أنت في التشهد الأول والإمام قام خلاص قم. ليه؟ لأن هل تعذر ثلاثة أركان إذا تخلفت إتمام التشهد؟ خلاف بين الشيخ ابن حجر والرمل، وقال الشيخ ابن حجر انه لا يعذر خلافا للرملي، فعلى طول تقوم. فاذا جلست تكمل التشهد ما تعذر ان شاء الله، وتعذر الى ثلاث اركان طويله عند الرملي. التشهد الاول من السنه صح؟ بعض من بعض الصلاه. وليس ركن من اركان الصلاه. تمام؟ واضح؟ واضح؟ طيب في سؤال؟ طيب، بعد ما انتهى من الكلام على ما يتعلق بالقدوة ذكر لنا المصنف عقد لنا فصل في صلاة المسافر، القصر والجمع، فقال رضي الله تعالى عنه: فصل. ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا، وهو مرحلتان: قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين. يتكلم اولا على الرخصه الاولى وهي القصر، ثم يتكلم على الرخصه الثانيه وهي الجمع. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، أن تقصروا من الصلاة. ليس عليه جناح. فدل على أن القصر جائز لا واجب. وتقول سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ركعتين، فصارت الظهر والعصر والعشاء في الحضر أربع وفي السفر ركعتين. نعم، ومعلوم معنى القصر. ما معنى القصر؟ ما معنى القصر؟ أن تصلى الصلاة الرباعية ركعتين. وإيش الرباعية؟ ظهر وعصر وعشاء. إذن المغرب والفجر الصبح ما تدخله إلا، ما يدخله القصر. ها؟ فشرع القصر في السنة الرابعة من الهجرة، وقيل في السنة الثانية. نعم، وقيل في السنة الأولى، والذي عليه الأكثر أنها في السنة الرابعة من الهجرة. فعرفنا معنى القصر، إيش معنى؟ أن تصلى الرباعية ركعتين، أن تصلى الظهر والعصر، الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين. وما الأفضل؟ أن تصلي أيها المسافر أربع ركعات إتماما أو ركعتين قصرا، طبعا بالشروط الآتية. ما هو إذا اجتمعت شروط السفر، ألا إذا اجتمعت شروط القصر، الاتمام للمسافر أفضل من القصر، لكن هناك مسائل يكون فيها القصر أفضل من الاتمام. أرن. نعم، من هذه من جملة هذه المسائل، المسألة الأولى إذا قصد المسافر ثلاث مراحل. أرن. أو يقصد ثلاث مراحل، القصر أفضل. إذا مرحلتين
أقل من ثلاث الإتمام أفضل. يا ثلاث مراحل لماذا؟ يا ثلاث مراحل لأن أبا حنيفة يقول إذا كان في ثلاث مراحل فالقصر واجب عنده في بعض أقواله. ألا خروج من الخلاف، فلهذا كان القصر أفضل خروج من خلاف أبي حنيفة. ذكر الإمام الكردي في الحواشي المدنية وحقق المسألة وقال أنه حسب الثلاث المراحل، ثلاث المراحل عند الحنفية هي تساوي مرحلة، تساوي مرحلتان عند الشافعية، فعلى هذا يكون القصر أفضل مطلقا. إذا صح هذا أن عند الحنفية الثلاث المراحل عندهم تساوي مرحلتين عند الشافعية، تمام. المسألة الثانية مما يكون القصر أفضل من الإتمام، إذا كان هذا الشخص يقتدى به وكان في حضرة الناس، أعلم إذا قصر كل ذلك بيقصرون، وإذا صلى أربع يصوم، كما واحد يعني أستاذ يسافر مع الطلبة لو أتم بيتمون كمان، وإن قصر بيقصرون معه. إذا كان يعني يصلي بحضرة الناس وكان إماما من يقتدى به أو عالما يقتدى به فتعاطي الرخصة أفضل، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لأن هذه رخصة يعني هدية من الشارع. لأنك يا أستاذ أو يا فلان المقتدى به إذا ما قصرت كل الناس هذول ما بيقصرون، وربما ما بيعرفون الرخصة حق السفر، فلما تصلي أنت بالقصر بيتعلمون أن هناك في السفر الطويل هناك رخصة من الشارع أن تقصر الرباعية ركعتين. المسألة الثانية. المسألة الثالثة مما يكون القصر فيه أفضل من الإتمام، إذا وقع في نفسي كراهية القصر، أنا أحس صلاتي ناقصة كذا كراهية القصر كذا، لا رغبة عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا ولا هذا هلا، بل أنا حاسس لما أصلي أربع أنا أحس يعني نرجع إلى صلاة والإتمام أحس أحسن، ما هو رغبة عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، لا، لكن هو يجد في نفسه كراهية القصر. ما هو انتقادا على فعل النبي، لا ما يجوز، لا هو ما عنده انتقاد على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في نفسه كراهية القصر، يعني أنا صلاة أربع أفضل، فيكره أن يقصر الصلاة ركعتين. أنا سافرت في طائرة أنا تعبان ولا شيء، بإمكاني بصلي أربع أنا تعبان، ما فهم حكمة الرخصة هو، ما فهم حكمة الرخصة. أقول بالنسبة لك أنت القصر أفضل، لأن في قلبك كراهية القصر ليس رغبة عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا انتقادا، لا، بس هو كذا ما يرتاح قلبي بصلاة ركعتين، قلبي ما يرتاح إلا بأربع من الإتمام. نقول أنت بالنسبة لك اللي كان في خاطرك هذا القصر أفضل، وهذا ليس في خاطر الإتمام له أفضل. هذه المسألة الثالثة، أرى يكون القصر أفضل من الإتمام. المسألة الرابعة، إذا شك في جواز القصر، هلا يعني صلاة القصر هذه جائزة أو أنها خاص بصلاة إذا كان في خوف ولا شيء، ولا بالنسبة لك أنت القصر أفضل، لأن صلاة القصر كل من سافر في مرحلتين بشروط واستجمعت فيه الشروط
في خوف أو في أمن وغير ذلك، في كل من قصد مرحلتين فأكثر له القصر. إذا وقع في قلبك الشك في جواز القصر لشبهة أو نحو ذلك، كظن يعني أنها صلاة القصر لا جائزة في الخوف بس في الأمن لا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاها في صلاة الخوف في عسفان في ذات الرقاع، ولا غلطان أنت، عندك شبهة غير صحيحة وشكك غير في محله. إذن بالنسبة لك القصر أفضل من الإتمام أنت. نعم، فلهذا المصنف يذكر لنا شروط القصر السبعة، فقال ويجوز للمسافر. سلام. سمي السفر سفرا لماذا؟ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يكشف عنها. ما بتعرف الإنسان إلا إذا سافرت معه تعرف، ما بتحكم عليه بمجرد ما يلبس جبة وعمامة أنه من الأخيار، لا ما بتعرف. ما بتعرفه في المسجد عندما يصلي ويقرأ الأوراد، لا بتعرفه إلا في المعاملة وفي السفر وفي المجاورة، هنا بتعرفه. فلهذا سمي السفر سفرا لأنه يسفر يكشف عن أخلاق الرجال. وكذلك الإنسان عندما يسافر يسفر بنفسه عن، يبتعد عن بيتي وعن أحبتي، لهذا سمي السفر. قيل أن السفر قطعة من عذاب، قال سيدنا عشبة العذاب قطعة من السفر. الشرط الأول بشروط له، قال المصنف بشروط، ويجوز للمسافر سفرا طويلا. الأول السفر، إذن خريب السفر الحضر ما يجوز القصر. طويلا، خريب الطويل القصير. مباحا، قريب سفر معصية ويكون سفر مباح. وما هو السفر الطويل؟ قال وهو مرحلتان. هلا مرحلتان، كم كيلو؟ 85 كيلو، 85 كيلو متر، هذا سفرها. نعم، هذا سفر طويل. يجوز له قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، أي الرباعية. فإذا خرج بالثنائية وهي صلاة الصبح، والثلاثية وهي صلاة المغرب. فإذا القصر جائز للمسافر لا لغيره. قال مريض أنا بقصر الصلاة عندي مرض، يقول لا ما يجوز لك، ما القصر للمريض ما يجوز. نعم، إنما للمسافر سفرا طويلا مباحا، هذا الذي يجوز له أن يقصر، لكن بشروط. إذا كما تقدم معنا أن يكون السفر طويل، قلنا ما هو السفر الطويل؟ قال الفقهاء يوم وليلة أو يومان بمشي الأحمال الأثقال، أي الجمال المحملة مع اعتبار الحط والترحال والنزول والاستراحة والأكل والصلاة. واليوم ما أحد يسافر مع الأعمال، صح؟ الآن يسافرون على السيارات والطيارات والقطارات والدراجات، صح؟ ما أحد يسافر على الخيل اليوم ولا أحد يسافر على الجمال. إذا نضبطها أحسن بالكيلومتر، فأنا أقول المرأة 85 كيلومتر، وقيل 80، 85 كيلومتر. نعم، هذه تكون مرحلتين. نعم، على ما في كتب الفقه هناك مكتوبة مرحلتين، مسيرة يومين معتدلين بس عم بتسير الأثقال،
أو يوم وليلة مسير الأثقال أي الجمال المحملة للحمول، ولا مع اعتبار الحط والترحال والنزول المعتاد لنحو صلاة لنحو غداء طعام استراحة ولا على المشي المعتاد من غير جري من غير بطء، ولا من غير تكلف في المشي يعني، فهم؟ ماذا؟ عرفت؟ ذهابا فقط، عرفت؟ 85 كيلو ذهابا فقط يوم وليلة أو يومان ذهابا فقط، ما هو ذهابا ورجوعا لا، فهمت؟ هذا نعم. طيب نعم. وضبطوها العلماء بالبريد، كان احنا ما نعرف البريد ذي بالفرسخ، عادي يعرف الفرسخ ما نعرف البريد الرسخ، 4 أبرد والفراس 16 فرسخا، لأن البريد 4 فراسخ، 4 × 4 = 16، 48 ميلا هاشميا، لأنه أعد ذلك في أيام الدولة العباسية، بس بني العباس من بني هاشم، كل هذا الآن أغلب الناس ما يعرفونه، لو تخبرهم به بالفراسخ بالأبرد ما يعرفون، ما يعرفون إلا الكيلو متر، صح؟ خلاص تقول كيلو متر 85 كيلو متر وخلاص. نحن بغينا الفقه يعني له علاقة بالواقع، ما هو تقرير مسألة ولا نطبقها في الواقع، يعني كلام إنشائي فقط في الدرس، وتروح بعدين المسجد تقرر المسألة يسألونك الناس تقول لهم 4 أبرد، ما هم دارين الناس الأبرد، لابد تبسط لهم المسائل حتى يفهمون ليعملوا، ما بيعملون إلا إذا فهموا. وظيفة الأستاذ أو الشيخ هو تبسيط المسائل وإيصالها لفهم الطالب وإدخالها في عقول العوام. نعم نعم. وكان سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم يقصران ويفطران في 4 أبرد أي 16 فرسخا، أي في 85 كيلو تقريبا. نعم. فإذا يجوز القصر للمسافر إذا كان قصد مرحلتين، أنت الآن خرجت قاصد مرحلتين سفر طويل، فمن حين ما تخرج تتجاوز العمران والسور بلادك لك أن تجمع ولا أن تقصر على طول. مرن نعم، لك أن تجمع ولا أن تقصر سواء بلغت تلك المسافة ولا، لكن أنت من حين خرجت من بلادك وأنت قاصد للمرحلتين، ها؟ قاصد مرحلتين. طيب بعدين حصل حادث تليفون لابد ترجع، هلا؟ لكن أنت عدك ما بلغت مرحلتين ورجعت، لك أن تجمع وتقصر، لكن أنت من حين خروجك قاصد، أما لا رأى قاصد دون مرحلتين وبترجع فليس لك الجمع ولا القصر. هذا هذا الشرط الثاني من شروط القصر أن يكون السفر مباحا، يكون السفر جائز، ما هو السفر حرام، السفر معصية، والمباح يشمل السفر الواجب كسفر للحج، سفر مندوب لصلة الرحم أو لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مباح كما للتجارة، سفر واجب لقضاء الدين، وأنت استدنت من واحد
الآن بترد ذا بترد واجب قضاء الدين ولا سنة؟ قضاء الدين واجب. صلاة سفر مندوب، بتروح بتصل رحمك، بتزور صاحبك قريبك. السفر مباح، تجارة، بتروح بتشتري بضاعة وبتبيع بضاعة وبتبيع. فالمباح شامل للمكروه. من السفر المكروه سفر الشخص لوحده، السفر الشخص هذا شيطان، واثنان شيطانان، والثلاثة ركب. مكروه هذا، لكن داخل في المباح، داخل في المباح. فهم؟ المراد هنا بالمباح مطلق الجائز، أي ما قابل الحرام، خرج به الحرام فقط فدخل المكروه. سافر لقطع الطريق، سافر للسرقة أو نحو ذلك، فليتنبه لذلك. تنبه لذلك، تنبه لذلك. سفر الذي عليه الدين بغير إذن من له الدين، سوف بسافر هذا عليك دين في ذا، العفو أنا بسافر، لابد. ولا سفرك من غير إذن من له الدين، سفر معصية هذا، لابد تستأذن من له الدين. فهم؟ فهم؟ أما تقدم تقول هذا تقدم في قصص ساداتنا الصوفية أنهم يسافرون كذا كذا، يقول هؤلاء رجال أنسوا بالله، خلاص أنسهم بالله، قلوبهم مع الله، لا يقاس عليهم غيرهم. هذا ما يكره له السفر وحده لأنه قلبه معلق بالله. هذا أما واحد كذا شاف حركة كذا يخاف، في الليل تحرك خشب كذا ولا ورقة يخاف. ليش هكذا؟ لا، هؤلاء قد أنسوا بالله خلاص، فهم دائما مع الله، قلوبهم حاضرة مع الله سبحانه وتعالى، ما يكره لهم السفر حال انفرادهم. نرم يقولوا فلان هذا كان من الأولياء وكان حامل ركوته وكان يسافر كذا، هذا الناس اطمأنت قلوبهم بالله فلم يشهدوا غير الله، فغابوا عن الأغيار وحضرت قلوبهم مع العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ألم؟ فلا يصح القصر إذا كان السفر سفر معصية والعياذ بالله، كل السرقة أو قتل أو نحو ذلك، يعني ما سفر معصية، أنشأ سفره للمعصية من أوله، من أوله ناوي بيقتل، ناوي بيسرق، أو قل يبقى معصية بعد أن كان غير ذلك. في البداية لا، ما كان بيقتل ولا بيسرق، بعدين تغيرت نيته. يلا فزا فهم لماذا السفر المعصية لا يترخص؟ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، أي أن الرخص لا تتعلق بالمعاصي. كيف تتعاطى رخصة من الشارع وأنت بتعصي الشارع؟ عجيب. الرخصة في كل رخصة، ما هو في القصر، كل رخصة لا تناط بالمعاصي. ليه؟ لأن ما نعطيك رخصة يعان على المعصية، لا، نمنعك من الرخصة إذا كنت للمعصية. أرد؟ نعم. واضح؟ فإذن العاصي بالسفر ومن أنشأ سفره للمعصية أو أنشأ ثم قلبه للمعصية والعياذ بالله. نعم. الأول يسمى عاصي بالسفر. عاصي بالسفر من حين ما أنشأ سفره فهو للمعصية. هذا نعم. فما ليس له أن يجمع أي رخصة من جامع وقصر وغير ذلك. نعم. فعم إن تاب، خلاص أنا معنا تاب، ما عبا أقتل فلان ولا عد بأسرق ولا مشى، تاب عن المعصية التي أنشأ سفره لها، ننظر فيه. فإن كان ما بقي بينه وبين مقصده من محل التوبة إلى المقصد
مسافة قصر، له أن يجمع ويقصر. فالآن أول سفرك محل التوبة، أول سفرك هو محل التوبة. وإن كان بقية ما بين مكان محل التوبة والمقصد الذي أنت تريده دون مسافة القصر فليس لك الجمع وليس لك القصر. واضح؟ الثاني الذي أنشأ سفره للمباح ثم قلبه معصية، هذا يسمى عاصي بالسفر في السفر، عاصي بالسفر في السفر. نعم، هو ما أنشأ سفره للمعصية، لا، لكن هو سفر مباح، لكن بعدين هذا واحد عنده في قريب انه يجلس زميل نجس، واحد صاحب هذا وسخ، قال له احسن كذا، تعال بنتاجر في المخدرات، تعال بنسرق، سهل السرقه هنا وبنرجع. تغير قصد الرجال لانه قاعد معه في كرسي واحد في الطائره او في القطار او في السياره، غير قصد الرجال. وهذا ما انشا سفره، ولا انشا سفره بيزور صله رحم او بيتاجر او نحو ذلك، لكن جلس شيطان من الانس بجانبه غير نيته. هذا يترخص، نعم، قرر له ان يترخص من عندما اتى، هو عندما يقلب نيته، لا، مجرد ان يقلب نيته ليس له الترخص لا بجمع ولا بقصر ولا اي رخصه إلا إن تاب، فإن تاب فحينئذ له الجمع وله القصر مطلقا، سواء بقي من مقصده مرحلتان أو دون مرحلتين. تمام، هذا هو المعتمد. وقيل إن كان بينه وبين مقصده مرحلتان قصر، وإلا فلا، كالمسألة التي قبلها. تمام، واضح؟ واضح؟ فعرفنا مثال السفر المندوب، السفر صلة الرحم، هلا، فهو مندوب، ثم غير قصده وقال له بيتاجر في المخدرات، قال له بيسرق، هذا غير سفرنا، هذا ما يجوز له القصر إلا إن تاب. فإن تاب جاز له الجمع والقصر مطلقا، لأنه عاصي بالسفر في السفر. إذن واحد عاصي بالسفر، عرفنا أنشأ سفر للمعصية، الثاني عاصي بالسفر في السفر، أنشأ سفره لمندوب أو مباح، ثم في الطريق انقلب غير سفره للمعصية، هذا له أن يجمع. إن تاب له أن يجمع، ما تاب لا، إن تاب له أن يجمع أن يقصر، سواء بقي مقصدي مرحلتين أم مرحلتين أم لا. واضح. الثالث العاصي في السفر، هذا له أن يجمع أن يقصر، لأن المعصية في السفر ما يخلو منها أحد، خصوصا في هذا الزمان، في المطار تشوف المعاصي، في الطائرة تشوف الخادمة، خادمة في الطائرة غير متسترة، ما يخلو منها أحد في هذا الزمان، ونعاد جلس بجانبك واحد صاحب غيبة، صاحب نميمة، مصيبة كبيرة، من بني متعب، من الخراطين، هذا يوقعك في المعاصي وأنت بين السماء والأرض، الطائرة تعصي الله، مصيبة. فهمت؟ إذا عاصي هذا في السفر، هذا له أن يجمع، لأن نادر أن يخلو أحد في سفره عن معصية، نادر. نعم، واضح؟ تمام؟ ها؟ ها؟ ما ضرر. إن كان سفره مباح وفعل معصية في سفره، هذا يجوز له الترخص، عرضت له المعصية بدون نية، ما يجوز، يجوز له الترخص. بجمع وقصر وغيره. إذن متى توفرت شروط الجمع والقصر جاز القصر وجاز الجمع. إذا توفرت شروط القصر، تقصر الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والعشاء لا،
قلنا الرباعية فقط هي التي تقصر، صح؟ نعم. وتأتي معنا إن شاء الله بقية شروط القصر. هذا لابد أن يسكت موضع معين. ما قال أنا بروح بأشوف فين بس حصل لي عمل، بأشوف بأمشي بأشوف عمل. إذا ما قصدت موضع معين، لا، أنت مثل الهايم، ليس لك الجمع ولا القصر. من شروط القصر أن لا يصلي خلف متم في جزء من صلاته. فلو أنت صليت خلف واحد متم يصلي أربع وأنت بصلي ركعتين، ما يصح. فهمت؟ سواء كان من صليت خلفه مسافرا أو غير مسافر، المهم أنه متم. ما دام أنه متم وجب عليك الإتمام ولا يجوز لك القصر. من شروط القصر أن القصر عند الإحرام، وصلي الظهر ركعتين قصرا لله تعالى، النية بالقلب وتلفظ بها سنة. وكذلك أن يتحرز عما ينافي نية القصر، ألم إلى من تكبيرة الإحرام إلى السلام. ولو تردد أو شك، تردد في القصر أو شك في نية القصر، وجب عليك الإتمام حينئذ، فلا يجوز لك القصر ولا جمع إلا بعد أن تجاوز السور في البلد المسورة. فإن لم يكن سور فبمجاوزة العمران في البلد المعمورة. كذلك من شروط القصر العلم بجواز القصر، ما بيقصر ولا هو دار، يجوز ولا ما يجوز. عجيب، صلي الظهر ركعتين، ما هو دار، يجوز ولا ما يجوز؟ لابد تعلم بجواز القصر ثم تقصر، ما هو تقدم على شيء ما تعرف حكمه. فلو لم يعلم بجواز القصر لا يجوز له أن يقصر. ولهذا قال المصنف ويشترط أي صحة القصد، قصد موضع معين، لابد تقصد موضع معلوم. خرج به الهايم، يعني تقصد من حين ما تخرج أنت بتسافر إلى مرحلتين، فحين هذه مجرد أن تخرج من البلاد لك أن تجمع ولك أن تقصر. هذا معين، أنا بغيت فين أنت؟ بغيت مكة. بغيت فين؟ قال بغيت المدينة. أو أنا بغيت فين؟ بغيت فين؟ قال أنا بغيت جاوة. جاوة كبيرة. المهم قصدت موضع معين. معلوم أن بين جاوة وبين اليمن مسافة طويلة. لكن ذلك إما قصدت قرية أو مدينة معينة أو جهة معينة. فهذه وبينك وبينها مرحلتين فأكثر. خرج الذي لا يقصد موضع معين، قال فلا يقصر الهائم. ما هو داري بغيت فين أنت؟ بنطلب الله. ما هو داري يبغى فين؟ فلا قصر لهايم. من الهايم؟ الذي لا يدري أين يتوجه، لا قصر له. سواء سلك طريقا جعل الراية الطريق الرسمي هذا، أو لا سلك جعل خارج الإسفلت، خرج من الطريق الرسمي، خبى يضيع، هذا يسمى راكب التعاسيف لأنه يتعب نفسه. هذا ومعنى التعاسيف راكب التعاسيف يعني الطرق المائلة المرعبلة، يسمى راكب التعاسيف. وقد يكون هايم لا راكب التعاسيف، وقد يكون هايم راكب التعاسيف ما هو داري فين ويدخل الطرق المائلة، أي ليست الطرق الرسمية المعروفة المرسومة في الميب. فيخرج عن طريق ميب، يعني عن طريق المرسومة في جوجل، هذا يسمونه راكب التعاسيف. الماء إذن الهائم لا يترخص. ليش؟ أنت عابث، أنت ما قدري حتى بغيت فين. قالوا من أنواع الجنون الواحد يخرج من بيته ولا هو داري بغى فين. بغيت فين؟ أنا داري. يشغل السيارة، يشغل الدراجة، بغت فين؟ ما أنا داري. هذا من أنواع الجنون هذا. فهو مجنون ولا هو داري بنفسه أنه مجنون. ولا الجنون إلا الجنون فنون، أنواع كثيرة. أرن أو ما هو هايم، لكن واحد أخذ مني حاجة، واحد أخذ مني دين، أرن أنا بروح ببحث عنه، بتبحث عنه فين؟ قال ما أنا داري بروح. إذا ما داري بغت فين أنت؟ ولدي ضاع بروح ببحث عنه فين؟ ما هو داري. عبد هرب عليه نفس الشيء، ما يعرف موضوع، هذا مثل الهائم حكمه.
هلا ليه؟ لأنك أنت نيتك بتبحث عن ابنك، عن عبدك، عن عبدك، بتبحث عن السارق هذا أو الذي أخذ مالك أو الذي تطالبه بالدين، ما تدري أين هو. أنت نيتك متى ما حصلته بتأخذ حقك أو بتأخذه وبترجع، هذه نيتك أنت. فأنت في الحقيقة لم تعزم على السفر الطويل، عازم عن تبحث عن هذا الشخص، فإذا وجدته عدت فور. نعم، هذا في المستقل. أما في التابع زوجة عبد، الزوج تابع لزوجها، العبد تابع لسيده، فليس له الجمع والقصر إلا للزوجة، والعبد أي التابع إلا إذا علم مقصد متبوعه. أرم. لماذا؟ لأنه نقص شرط من شروط القصر وهو تحقق السفر الطويل. متى يجوز لك القصر تجمع؟ إذا تحققت السفر الطويل. نعم، مرأة مع زوجها، العبد مع سيده، الجندي مع قائده، سافر وجاوزوا المرحلتين، هذا لا هو تابع. نعم، لكن احنا عبرنا مرحلتين. ها، اذا جاوز المرحلتين، اذا عرفت ان عرفت ان زوجها يقصد سفر طويل، العبد عرف ان سيده يقصد سفر طويل، الجندي عرف ان القائد يقصد سفر طويل، فحينئذ اذا جاوز المرحلتين فلهم القصر بعد مجاوزة المرحلتين، لأنه حينئذ تحققت السفر الطويل. نعم، لهما أن يجمعا ويقصد. إذا علما من متبوعهما أنه يقصد في أثناء السفر، قال نحن بغنا البلد الفلانية، إذن عرفت إذن أنه يقصد إلى سفر مرحلتين أو أكثر، أو هو ما هو داري. الزوجة ما تعرف أن زوجها قصد مرحلتين، والعبد ما يعرف أن سيده قصد مرحلتين، والجندي ما يعرف أن قائد. لكن لما جاء وقت صلاة الظهر شافوا القائد يقصر، العبد شاف السيد يجمع ويقصر، الزوجة الزوجة جمع، حينئذ جاز لهم الجمع والقصر، لأنهم ما بيقصرون إلا وهم قد قصدوا مرحلتان فأكثر. عرفنا هذا؟ فنتم هذا لأنه الدرس متصل هذا. عرفنا من شروط القصر صلي خلف من يتم الصلاة. ألا يصح للمسافر أن يقصر الصلاة خلف متم؟ صلي خلف إنسان. صلي خلفه متم في جزء من الصلاة حتى. الله أكبر، عرف أنه متم، نوى المفارقة، خلاص لزمتك الصلاة التامة. حصلته في التشهد الأخير، بعد ما بتقوم بصلي ركعتين قصر، انت ما قدر يبون انه هذا متم، لكن تبين متم، فبتقوم انت بصلي ركعتين، قال لا لازمتك اربع، لانك اقتديت بمتم في جزء ولو قليل من صلاتك، حتى ادركت اخر التشهد الاخير. فمن شروط القصر الا يقتدي ان لا يصلي خلفه من يتم الصلاة أو شك هذا الإمام متم ولا قاصر، هذا أنا بنوي القصر، يجب عليك الإتمام وإن تبين أن الإمام قاصر. وإن بان أن الإمام قاصر أنت لا مقداري، أنا هذا متم ولا قاصر، أنا داري مسافر ولا ما هو مسافر، أنا بنوي القصر، فنوية القصر، ثم الرجال هذا تبين أنه مسافر قاصر الإمام، فأنت يجب عليك الإتمام، لأنك عند تكبيرة الإحرام أنت شاك هل هو الإمام قاصر. نعم، إذا كان هو معك في السفر وتعرف أنه مسافر سفر طويل كماك، وما قدري هل نوى القصر أم لا، فإذا لا بأس تنوي القصر
فإن قصر قصرت وإن أتم أتممت تبعه. ولك أن تقول في النية إن قصر قصرت وإن أتم أتممت، ما يضر هذا. أو شك أنه متم أو قاصر، فلا يجوز حينئذ للمأموم أن يقصر، بل يجب عليه الإتمام. تمام. فإذا علم أن هذا الشخص مساهر أو ظن أنه مساهر، غلب على ظنه مساهر، لكن شك هل هو نوى القصر أم لا، فحينئذ يجوز له أن ينوي القصر. فإن تم الإمام أتم معه، وإن قصر قصر معه، وله أن يعلق النية، يقول صلي ركعتين قصرا إن أتم أتم، وله أن لا يعلق، بس ينوي فقط القصر ثم يتابع الإمام إن أتم، بشرط أنه يكون قد علم أو غلب على ظن أن هذا الإمام مسافر سفرا طويلا. إنما الشك في ماذا؟ هل هذا المسافر نوى القصر أم لا؟ فحينئذ تصح الصلاة ويجب عليك متابعة الإمام، إن أتم أتممت معه، وإن قصر قصرت معه. تمام. وإن علق النية ما يضر، فإن قال إن قصر قصرت أو إن أتم جاز ذلك. تمام. عرفنا إذن من شروط القصر أن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام. القصر برضو أربعة الله تعالى الله أكبر، مأمون أو إمام الله تعالى الله أكبر، ما تعرض ما استحضر نية القصر عند تكبيرة، أوه نسيت أنا ما نويت القصر، يجب عليك الإتمام. ما عاد يجوز لك القصر، ورد يعني نية القصر ركعتين قصرا أو صلاة المسافر أو صلاة السفر. نعم. متى تنوي النية هذه؟ عند الإحرام. فإن لم ينوي عند الإحرام خلاص وجب عليه الإتمام، فلا يجوز له القصر بعد ذلك. واضح؟ واضح؟ قلت تقدم معنا من شروط القصر التحرز عما ينافي نية القصر من حين من تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم، فإن عرض شيء ينافي نية القصر وجب عليه الإتمام. مثال ما ينافي، تردد أتم ولا أقصر، أتم ولا أقصر، قل خلاص وجب عليك الإتمام. شك أنا نويت القصر ولا ما نويت، يجب عليك الإتمام حينئذ. تمام. نعم. ومن شروط القصر أن يجاوز السور في المسورة والعمران في المعمورة كما تقدم. صح. نعم. الصحابة في سفر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم للإحرام من ذي الحليفة، سافروا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا الظهر في المدينة أربع، بعد جاوزوا السور وخرجوا ذي الحليفة. ذي الحليفة مكان خارج المدينة، قريب من المدينة خارجها، صلى بهم العصر ركعتين، مجاوز العمران. كذلك من جواز القصر والجمع أن يعلم جواز الجمع جواز القصر، مرة الناس يقصرون أنا بقصر كمان، جاهل بجواز ذلك، لأن إنسان متلاعب أنت بالدين، تقدم على شيء ما تعرف هو جائز ولا ما هو جائز، هذا ما يجوز لك، ما يجوز لك القصر حتى تعرف أن هذا جائز، لأن الذي يقدم على شيء وهو لا يعرف أنه جائز أو ما هو جائز هذا متلاعب بالدين، تصلي ركعتين وأنت لا تعرف هل جائز أم لا، فلا بد أن تعلم. وجد الناس يقصرون بيقصر كمان. أما إذا تعلم قال نعم المسافر يجوز، حينئذ له أن يقصر مع الناس. هذا حاصل مسائل شروطه القصر، وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس الآتي مسألة الجمع، وسنأتي على شروط الجمع. نعم. والله أعلم. فاتحة بالقبول صلاح كله، صلاح الشان كله، الله وفقنا في الدين من أهديكم الله سبحانه وتعالى علم العالم الملك عين حق لك محمد بن محمد الرفور رحمه سر فاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.